شكرا لكم زملائي في الاستديو، واسعد الله اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الاعزاء، حياكم الله ويانا في جوله صباحيه وفقره مميزه دائما على برنامج صباح الشارقه، وتحيه خاصه طبعا لامهاتنا اللي يتابعونا الان في البيوت. جولتنا طبعا اليوم من قسم الاسماك، نستعرض فيها وياكم ان شاء الله مجموعه الاسماك اللي وصلت، بالاضافه ايضا الى الاسعار المتغيره المرتفعه والاسعار ايضا اللي تنزل في مجموعه معينه من الاسماك. عندنا اليوم بدايه مع اخونا فاروق، وفاروق طبعا متخصص في بيع اسماك السالمون وشرايح ايضا السالمون وايضا شرايح اسماك الهامور. السلام عليك يا فاروق. عليكم السلام. صباح الخير. شو اخبارك؟ زين؟ زين تمام. طيب كيف السالمون اليوم؟ الحمد لله اليوم سالمون زين 100%. زين ما شاء الله. انزين عطنا اسعار اليوم. اول شيء الاوزان الصغيره. صغير اليوم 50. 50 درهم. اول ايوه. نعم. اول 43. ما شاء الله زاد يعني. زاد السعر. انزين. وشيء كبر اول كان 45. علي 55. 55 يعني زاد عندنا 5 دراهم. 5 دراهم زياده. نعم زياده. أيوة. على اسعار اسماك السالمون، لكن هذه عندنا الاحجام الكبيره ما شاء الله 4 كيلو وشويه تقريبا، وهنا عندنا كم فاروق؟ 3 كيلو 2 كيلو 800 جرام. 3 يعني 3 وتحت شوي تقريبا. جميل. انزين عندنا هني فيليه اول 85 اهلين 90. 90 درهم. عطني الطبق هذاك شويه. عطنا الاطباق هذه. طبعا هنا نشوف وياكم هذه طلبيات احد الزبائن، يعني يطلب القطعه كامله، يسويها قطعتين، ياخذها 3 زياده على حسب. يعني هذا طبق كم الحين يا فاروق؟ هذا يجي نص كيلو. هذا تنين فيه. هذا نص كيلو. هذا لا هذا كيلو. كيلو كيلو. وهذا يجي كله يجي 3 كيلو 600 جرام. 3 كيلو 600 جرام. 600 جرام. ما شاء الله. طبعا يتم وضع الاسماك في هذه الطريقه في الاطباق مشاهدين الاعزاء، وتتقطع على حسب ما تبون انتم حجم القطعه، تبونها تسوونها 3، 2، 1 شرم ما تبون. انزين فاروق خلينا نسير وياك نشوف هامور اليوم. الهامور 75 درهم. اهلين 5 درهم. 75 اخر مره 80 كان. ايوه اول 80. ايه الحين قبل يجي بعد كان نقص 5 ريال. اهلين 75. 75 درهم الان. 75 درهم. أيوة. بالنسبه لي شرايح اسماك الهامور مشاهدين الاعزاء، القطع هذه طبعا الهوامير هذه تجيكم اوزانها يعني ما شاء الله 8 10 كيلو 9 كيلو، فهذه تكون سمك عود، فشوي صعب ان احد ياخذه الا اصحاب المطاعم، فالاخوان هنا طبعا يقطعونه ويسووا لكم بهذه الطريقه، وسعرها يكون تقريبا احيانا 70 75 80 على حسب وزن وايضا. أيوة. سعر الاسماك الهامور. عندنا ايضا من الاشياء المميزه دائما في سوق الجبيل مشاهدين الاعزاء اسماك عندنا اللي هي الزبيدي. الزبيدي هنا ما شاء الله الحجم الوسط هذا. زين الوسط هذا كيلو 45. 45 45 درهم. الوسط 45 درهم اليوم. أيوة. عندنا واصل عندنا السعر مشاهدين الاعزاء والاحجام اللي نشوفها وياكم. وعندنا ايضا اسماك المزارع اللي هي اسماك البارامندي او الاسيان سيباس، ايضا تجينا من مزارع المملكه العربيه السعوديه. اليوم كم عندك فاروق؟ اول 30 اهلين 25. 25 وصل السعر الان. 25 شل وحده فوق شويه. هذه هي اسماك الاسيان سيباس او البارامندي مشاهدينا الاعزاء، مثل ما نشوف وياكم هني عندنا في سوق الجبيل هذه الكميه الموجوده عندنا اليوم من الاسماك اللي توفرت مشاهدينا الاعزاء تبارك الرحمن. طبعا البارامندي دائما سعره بين ال 30 وال 25 واحيانا توصل الى 22 درهم. وهني عندكم ايضا البالون اول 50 اليوم 45. 50 ناقص. ايوه 45 اليوم. اي اليوم 45. 45 درهم بالنسبه لي اسماك البالون مثل ما شوفوا وياكم اللي هي طبعا صغار الهامور مشاهدينا الاعزاء. شكرا فاروق، بارك الله فيك. ننتقل ايضا وياكم مشاهدينا الاعزاء في جولتنا الصباحيه طبعا من قسم الاسماك الى محلات اخرى. عندنا ما شاء الله شرم ما اخبركم، عندنا اسماك البحر واسماك النهريه واسماك ايضا المزارع اللي تتوفر دائما في سوق الجبيل. تينا طبعا في مزارع الدوله وفي ايضا مزارع خارج الدوله مشاهدينا الاعزاء. طبعا هنا هذه الدتشه او هذا المحل شرى ما نشوف فيه وياكم مجموعة وتشكيلة جميلة من الأسماك المحلية المميزة، مثل ما نعرف وياكم أسماك الجد. عندنا أيضا القفدارة متوفر اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن بأحجام أيضا طيبة، وعندنا هني صافي الصنيفي بعد متوفر اليوم من غير. عندنا بعد اليوم ما شاء الله أسماك النعيمي شرى ما نشوف عندكم من الأحجام أيضا كبيرة، وهناك عندنا أيضا سمكة العندقة ما شاء الله وأحجامها أيضا مميزة وأسماك سمينة شرى ما نشوف وياكم على هذا المحل هنا ما شاء الله. ومن غير عندنا الصاله اليوم متوفر. سلام عليك، كيف حالك بي؟ طيب ما شاء الله. شو الجد اليوم كم؟ هذا الجد اليوم 10 دراهم. على 10 دراهم للكيلو، الجد اليوم على 10 دراهم مشاهدينا الاعزاء. شل شوي الجد فوق خلينا نشوف ونراوي مشاهدينا الاعزاء اسماك الجد
كم كيلو ما شاء الله؟ اول 17 اول 17 الحين ب 10 الحين 10 ما شاء الله على 10 دراهم اليوم بالنسبه لي اسماك الجد مشاهدينا الاعزاء. وعندنا هنا ايضا القفداره كم هنا؟ هذا 25 25 درهم للقفداره. انزين وعندنا الصنيفي؟ هذا 20 20 اليوم تنزيلات ما شاء الله قبل على 30 35 اليوم على 20. بالنسبه لي هذه الاحجام مشاهدين الاعزاء يمكن نحصل الاحجام اكبر يكون سعر مختلف، لكن سعر وحجم مناسب بالنسبه لي اسماك صافي الصنيفي اليوم على 20 درهم مشاهدينا الاعزاء. النعيمي كم واصل عندك؟ هذا 25 25 بعد اليوم، النعيمي اليوم ايضا على 25، السوم عليها قبل 30 32 لكن اليوم على 25. عندنا ايضا العندقه او مثل ما نقول سلطان ابراهيم هنا كم؟ سلطان ابراهيم 25 25 درهم 25 درهم. سمك بعد ما شاء الله سمين والاسماك ايضا الاحجام الطيبه. هني عندكم الصال ما شاء الله جيش الصال جيش 20 على 20 بعد 20. الصال اليوم ايضا على 20 مشاهدينا الاعزاء، كله بعد صيد القوارب الصغيره وايضا الخيط ما شاء الله تبارك الرحمن. والشعري عندنا اليوم بعد تبارك الرحمن هنا كم الشعري واصل؟ 20 درهم 20 درهم، شيء عندنا على 20 درهم اليوم الاسماك اسماك الشعري. شرى ما نشوف عندكم الاحجام اللي هي تعتبر هذه ايضا فوق الوسط مشاهدينا الاعزاء، ما شاء الله اسماك سمينه شوفوا تبارك الرحمن. وعلى 20 درهم ها؟ 20 درهم اليوم بالنسبه للشعري عندنا هنا مشاهدينا الاعزاء. عندكم ايضا الحدي، الحدي ما شاء الله الان تقريبا من فتره هذه الاحجام اللي تينا واحجام ايضا كبيره واسماك سمينه تبارك الرحمن. وكم الحدي كم اليوم؟ 30 الحدي اليوم على 30 درهم مشاهدينا الى كارم. طبعا نخبركم دائما الفرق بين العندقه وايضا الحدي اللي هي الشعروفه هذه اللي تحت اللي نشوفها وياكم دائما في سمكه الحدي مشاهدينا الاعزاء. وهناك عندنا اليوم بعد ما شاء الله الزبيدي اليوم حصلنا بعد الاحجام هذه كم؟ 45 ولا ازيد؟ 50 نعم في اللي هن صغار شوي والوسط وهذه الكبار اليوم على 50 درهم بالنسبه لي اسماك الزبيدي تبارك الرحمن. وهني عندكم ايضا الفرش اللي ما جرب الفرش عريق بالفرش الان سمته طيبه وغاوي وما شاء الله تصلح للشوي. الفرش كم واصل؟ 20 الاسبوع الماضي 25 نعم اليوم على 20 درهم بالنسبه لي اسماك الفرش مشاهدينا الاعزاء. طبعا ما شاء الله تشكيله جميله وهذه كلها من اسماك اللي هي الاسماك البحريه متابعينا الاعزاء واسعار طيبه طبعا اليوم 20 و25 وشيء منهم على 30 درهم متابعينا الكارم. نكمل وياكم ايضا جولتنا مشاهدينا الاعزاء الى محلات اخرى، طبعا شفنا البارامندي وشفنا ايضا الحدي، بنشوف وياكم الان اسعار اسماك السيباس وايضا السبريم تعتبر من الاحجام الكبيره هذه فسعرها يكون شوي اليوم على 50 درهم للكيلو، حاطين لكم السعر هنا ما شاء الله على 50 درهم بالنسبه لي اسماك السيباس، والسيباس طبعا من الاسماك المزارع، شيء عندنا منها المحلي وشيء منها ايضا المستورد مشاهدينا الاكارم، والسمكه هذه تصلح اكثر شيء للشوي كونها سمكه شويه فيها من الشحم وسمكه مثل ما نقول دسمه. وعندكم ايضا السبريم، السبريم ما شاء الله هاي وين صارت؟ الاحجام الكبيره هذه شوفوا الحجم ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي تقريبا فيها كيلو او كيلو وشويه تقريبا، هاي كم تقريبا الوزن فيها؟ 700 جرام ما شاء الله تحسبها كيلو تبارك الرحمن 700 وزيد شويه، والسعر على 35 درهم. عندنا بعد الصغار مشاهدين الاعزاء يكون سعرهم تقريبا قريب ال 30 او تقريبا 32 درهم. هني بعد نشوف وياكم عندنا الهامور، الهامور على كم اليوم؟ هذا 45 45 هو امير الكبار اليوم على 45 درهم. والشعري عندك 20 على 20. تعال نسير هناك شويه نشوف ايضا مشاهدين الاعزاء اليوم عندنا كميه طيبه من اسماك البياح. البياح طبعا من الاسماك الجميله لذيذه في الطعم وموجوده عندنا شيء من مقيوين وشيء تينا ايضا من الجميره وشيء ايضا من ابو ظبي ما شاء الله تينا كميات طيبه من غير بعد من الامارات الشماليه. وعندنا هني على كم الكيلو؟ كيلو 20 على 20 درهم الكيلو على 20 درهم بالنسبه لي اسماك البياح عندنا مشاهدينا الاعزاء. من غير اليوم بعد حصلنا ما شاء الله كميه طيبه واحجام ايضا مميزه من اسماك اللي هي الفسكره بنت النوخذه. وكم عندك بعد هنا ابوي؟ 25 25 ما شاء الله محل التنزيلات اليوم هذا 20 و25 تبارك الرحمن. وهناك عندنا ايضا الصافي العربي هناك كم؟ الصافي 40 40 درهم على 40 درهم بالنسبه لي اسماك الصافي مشاهدينا
الاعزاء، شفنا وياكم طبعا هذه هذا المحل عنده اسماك المزارع وايضا اسماك البحريه المحليه الموجوده عندنا مشاهدين الاعزاء، من اسماك الصافي والبياح والجش ما شاء الله، وايضا الشعري ايضا متوفر هناك. واليوم ما شاء الله تبارك الرحمن، شر ما خبرناكم عندنا الاسماك ما شاء الله متوفره باحجام ايضا كبيره، من اسماك الحدي وعندنا ايضا العندقه ما شاء الله. كم الكيلو عندك؟ كيلو 30. كيف حالك؟ ما شاء الله 30 ها؟ اي نعم 30 تبارك الرحمن. والعيمي كم؟ العيمي كيلو 20 25. 20 25. ايوه 20 25 بالنسبه لي ما شاء الله. اسماك للعيم المشاهدين الاعزاء مثل ما خبرناكم للشوي للصالون تصلح هذه السمكه من غير عندنا ايضا اليوم الصال كيلو 20 درهم على 20. أيوه. الصال اليوم على 20 درهم مشاهدينا الكرام ما شاء الله، احجام كبيره. اليوم عندك انت قفداره بعد هنا ها؟ قفدار موجود. كم واصل السعر؟ قفدار كيلو 25. 25 ما شاء الله، 25 قفدار من فتره الصوم كان مثل ما خبرناكم على 30 درهم. وعندنا ايضا اسماك الشخيلي مشكله 25 درهم طازج من القوارب الصيد الصغيره مشاهدين الاعزاء، والاحجام اللي نشوفها وياكم طبعا اللي هي تعتبر وسط شوي هنا متوفر عندنا هذه الكميه. عندنا الهوامير اليوم هوامير كيلو 55. الهامور اليوم الكيلو على 55 درهم ما شاء الله تبارك الرحمن. الاحجام اللي نشوفها وياكم هنا عندنا الاحجام الكبيره، في عندنا ب 50 و55 و40 على حسب الكميه طبعا مشاهدين الاعزاء وطريقه الصيد، هل كانت عن وسيله الصيد عفوا القوارب الصغيره او كانت القوارب الكبيره، طبعا يختلف السعر دائما مشاهدينا الاعزاء. هذه طبعا تشكيله جميله شفناها وياكم اليوم من الاسماك المميزه في هذا المحل. ونكمل ايضا عندنا اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن على الشعري، شوفوا الشعري هنا ما شاء الله. كم اليوم؟ 25. 25 درهم ايضا لسعر الشعري عندنا اليوم مشاهدين الاعزاء، بما ان الخيلي 25 والشعري اليوم ايضا على 25 درهم، وان شاء الله الاسعار هذه تكون يعني مستقره هذه الفتره، الا اذا زادت بتزيد شيء بسيط يعني بين 5 دراهم يعني يوصل السعر 30 احيانا بيكون شويه اقل. بهذه الطريقه مشاهدينا الاعزاء طبعا شرم ما تعرفون على حسب الاحوال الجويه على حسب الكميات اللي توصل عندنا في السوق، فالسعر يلعب دور كبير من ناحيه الكميات وايضا وسائل الصيد اللي توصل او اللي جايبينها طبعا هذه الاسماك سواء كانت قوارب صيد كبيره او حتى الصغيره. وعندنا هني ما شاء الله الصافي تبارك الرحمن، الصافي شوفوا الصافي كيف هنا ما شاء الله احجام طيبه. هذا على كم يا استاذي؟ كيلو 35 ملنج. هذا على كم؟ 35 من قوارب الصيد الكبيره. عندنا جش ام الحلل. ام الحلل 30 درهم كيلو. 30 اليوم ما شاء الله على 30 اليوم جش ام الحلل مثل ما نشوف وياكم هذه الكميه والاحجام. وهناك عندك القرام المضريس كم هنا؟ 35. 35 ما شاء الله، المضريس او القرام اليوم على 35 درهم ما شاء الله. والبياح؟ بيا كيلو 25 معلومان. 25 25 هذا من الخصب، هذا من الخصب. من الخصب طبعا ما شاء الله تينا اسماك دائما مشاهدين الاعزاء مميزه، وبالذات عندنا اسماك البياح ما شاء الله توفر عندهم بكميات طيبه، فتتوفر عندنا ايضا في سوق الجبيل. وهني عندنا ايضا اللي هي مل قوارب الصيد الصغيره، محل اللي يبيع فيه اسماك قوارب الصيد الصغيره من الباشخيل، وعندنا الشخيلي عفوا، وعندنا الكوفر، وعندنا جش الصال، وعندنا ما شاء الله الحمراء اليوم. روبل السلام عليك، كيف حالك؟ الحمد لله. تنزيلات ولا ما في تنزيلات اليوم؟ ان شاء الله تنزيلات اليوم. ها؟ تنزيلات. يلا خبرنا بداية الباشخيل كم؟ باشخيل 25. 25 ايه؟ الكوفر؟ كوفر 40. 40 امس 45 اليوم 40. حط على الكاميرا شوي الكوفر خلينا نراويهم احجام اسماك الكوفر اللي توفرت عندنا اليوم ما شاء الله. على كم اليوم؟ 40 درهم. 40 درهم بالنسبة لي الكوفر. انزين الحمراء كم عندك؟ حمراء كيلو 45. 45 حمراء شوية غالية. الحمراء على 45 على 45 درهم سمكة الحمراء عندنا هنا. انزين عندك هني الصال كم عندك؟ صال 30 اليوم. 30 أيوه. الصال عندنا كبار وعندنا من هنا صغار، اسماك طازج مشاهدين الاعزاء شرى ما نشوف عندنا هني الكيلو على 30 30 درهم عندنا الكيلو الواحد مشاهدينا الاعزاء. وهناك عندنا الشعري كم؟ شعري 25. 25 ايضا ما شاء الله من القوارب الصيد الصغيره على 25 درهم مشاهدينا الاعزاء. بننزل بس قبل لا نختم على هذا الصيرم بنراويكم اسماك الهوامير اللي موجوده عندنا اليوم. عسكر كيف حالك عسكر؟ الحمد لله زين. كم اليوم الهامور؟ حمور حي الحلبة كيلو 65. 65
65 درهم اليوم بالنسبة للهامور الحي مشاهدينا الأعزاء. شكرا يا عسكري، جزاك الله خير. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، نحن طبعا وصلنا معاكم إلى ختام جولتنا الصباحية في هذا السوق الجميل، وأيضا من قسم الأسماك استعرضنا فيها وياكم اليوم مجموعة من الأسماك، وأيضا الأسعار اللي هي شوية اختلفت بالنسبة للسالمون، وأيضا الأسعار بالنسبة للأسماك الأخرى انزلت وشيء ارتفع وشيء أيضا نزل، وهذا حال السوق دائما عندنا في سوق الجبيل في الأسواق الثانية. حياكم الله، نشوفكم إن شاء الله على خير، ونتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم هذه الفقرة، ومع السلامة.